السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناة بيتكوين عربي. معنا واحد من افضل مواقع ربح عملتي البيتكوين كاش ودولار الباير. بالنسبة للبيتكوين كاش بيدفع على الفوشيت بي، ويدفع كمان على المحافظ النظامية مثل تراست وولت ومنصات تداول مثل باينانس وغيرها. بالنسبة للباير بيدفع بعملة الدولار يو اس دي. طبعا اصدقائي، الحد الادنى للسحب كمان بسيط جدا من هذا الموقع، وهذا شيء كثير منيح. راح استخدم انا مثلا الفوشيت بي، اذا ضغطت عليها طبعا معي انا 190 الف ساتوشي، شايفين اصدقائي، او 193 الف ساتوشي. بحطهم ايميل داخل الفوشيت بي من الاعدادات اللي عم نحكي خلال الفيديو. بحط الكميات اللي بدي اسحبها 0.019، تمام اصدقائي، هاي يعني 190 الف ساتوشي من عملة البيتكوين كاش راح يجو بعملة البيتكوين كاش. بالنسبة لدولار الباير، الحد الادنى للسحب 30 الف ساتوشي من عملة البيتكوين كاش، بيحول لي هون لعملة اليو اس دي، وبتستقبل عن طريق الاكونت ان او، بلش بحرف البي. هلا بنحكي هاي التفاصيل كمان خلال هذا الفيديو. راح نطلب اول شيء هون السحب من الموقع، هذا ايميلي داخل الفوشيت باي طبعا، وهون اصدقائي بيقول لي حط الباسورد داخل هذا الموقع، باسورد يور اد بي كاش اكونت، تمام داخل هذا الموقع. بنروح بعدين على ويزدرو وسحب، بضغط عليها وبنتظر تحميل الصفحة. طبعا انا هيك طلبت الدفع من الموقع اصدقائي، ممكن تتم خلال يومين او 3 ايام على الاكثر، بس توصل الدفعة معي انا بتابع معكم الفيديو. طبعا اصدقائي خلال 3 ايام تقريبا دفع لي الموقع بيت، شايفين اصدقائي هاي اللي هون صارت باللون الاخضر. اذا انتقلت كمان للفوشيت بي، طبعا هذا هو الموقع اد بي كاش 190 الف ساتوشي من عملة البيتكوين كاش، حوالي تقريبا نصف دولار حسب سعر عملة البيتكوين كاش حاليا. نورمال بيمنت طبعا هذا هو التاريخ. موقع كتير كويس، من اسهل المواقع اللي ممكن نكسب منه عملة البيتكوين كاش. طبعا اصدقائي بعد ما شفنا اثبات السحب من هذا الموقع ننتقل للتفاصيل. طيب بسم الله نبدا. اول شيء تسجيل لهذا الموقع جدا سهل، كل ما عليك انك تضغط على لينك تسجيل، راح تلاقيه اياه بصندوق الوصف. طبعا لينك مباشر، انا ما بستخدم اي رابط مختصر، هذا اللينك بياخذك على المدونه الخاصه فيه. المدونه الخاصه فيه في رابط مباشر، يعني ضغطتين اخي الكريم بتفتح معنا هاي الصفحه. اول شيء نحكي شوي، الموقع فيه 324 الف مستخدم، يعني هذا بيدل على قوه هذا الموقع واستمراريته، هو بيشتغل من 5 او 6 سنوات، هذا شيء كمان كثير منيح اصدقائي، بشجعنا لحتى نضل نشتغل على هذا الموقع. طبعا احنا بدنا ننشئ حساب جديد، بنروح على كلمة ساين اب هاي اللي هون وبنضغط عليها. طبعا اصدقائي بيقول لك الموقع حط هون ايميلك، حط هون باسورد، بيقول لك ماست بي يونيك، افترض انه تكون مميز، يعني تعطي ارقام رموز حروف باللغة الانجليزية وثمان خانات على الاقل، ميني سيمبلز. بعدين بنحل الكابتشا اللي هون، الساين اب بيكون صار عندنا حساب الموقع، رح بعتنا رسالة تأكيد على بريدنا الالكتروني، ممكن نلاقيها بالبريد العشوائي او الغير مرغوب فيه، في رابط او لينك بضغط عليه بيدفع الحساب وبصير جاهز للربح من هذا الموقع. بعدين بروح على الصفحة الأساسية مرة ثانية اد بي كاش، وبروح على ساين ان، بعبي بياناتي وبسجل دخول للحساب. طبعا أصدقائي هي واجهة الموقع، من الداخل نحن بنجمع عملة البيتكوين كاش بي سي اتش، تمام أصدقائي، وبنسحب على المحافظ النظامية، على الفوشيت بي، على الباير، بما يعادل هاي العملة بالروبل أو الدولار مشان نعرف طبعا هذا الشيء. طبعا اصدقائي تشينج وولت، هون بنضيف محافظنا او بنغيرها، يفضل تضيف محافظك من البدايه مشان تبلش تشتغل بشكل طبيعي على الموقع. هون طرق الربح ايرن، شايفين اصدقائي عندنا هون سي بي اكس ريسيرش، هي استطلاعات الراي الاهم على كوكب الارض، فيها طبعا استطلاعات كثير قويه، 5 10 20 سنت، ممكن تاخذهم خلال 5 دقائق واقل من هيك، لكن حسب البلد. طبعا اغلبيه الدول العربيه متاح فيها السي بي اكس ريسيرش ما عدا سوريا للاسف. طبعا راح تلاقي فيها استطلاعات رأي منيحة، وبتاخذ 20% كمان بونوز اذا اديت هاي الاستطلاعات داخل هذا الموقع، وهذا شيء كثير منيح. عندنا هون سيرفينج او اعلانات، اذا ضغطنا عليها طبعا بيظهر لي مجموعه من الاعلانات فرادى، يعني بيظهر لك اعلان بيخلص وبيظهر لك اللي بعده، تمام اصدقائي. هذا الاعلان مثلا 280 ساتوشي بيتكوين كاش، بدي اشاهده، بروح على اوبن بضغط عليها، راح يفتح معي الاعلان بصفحه ثانيه، وفي عداده رقميه عم تعد عندي بالصفحه الاساسيه. طبعا ما برجع للصفحه الاساسيه لتكتمل هاي العداده، تمام اصدقائي، هيك اكتملت. اذا رجعت للصفحه الاساسيه هيك انا كسبت قيمه هذا الاعلان، بيكون انضاف في رصيدي. طبعا بروح كمان اوبن على اعلان اللي بعده مثلا، شايفين اصدقائي بيستمر طالما في اعلانات، هي كمان 15 ثانيه بنتظر اكتمال طبعا هاي العداده الرقميه، اكتملت تمام اصدقائي. ارند 280 ساتوشي بيتكوين كاش، اعطاني كمان الاعلان اللي بعده وانضاف عندي الرصيد. هون فيني تابع كل شيء في اعلانات، هذا ربح سريع وسهل، ممكن تلاقي 10 او 20 اعلان بشكل يومي طبعا بهاي الطريقه. طبعا كمان ننتظر العداد اللي بعدها، طبعا هيك كسبنا، اعطاني الاعلان اللي بعده، هذا ب 245 ساتوشي، اصغر شوي. طبعا اصدقائي في عندنا كثير طرق نكسب منها داخل الموقع، عندنا هون اوفر وول، اضغط عليها
طبعا على اعتبار انه هذا الموقع هو موثوق بيشتغل بسنوات عديده، فيه مئات الاف من المستخدمين مثل ما شفنا بالبدايه اصدقائي، ففيه شركات عروض مميزه كلها بتتعاقد معه. طبعا هون بنلاقي كمان مره ثانيه سي بي اكس سيرش، بنلاقي الوانداز، بنلاقي البيت سلاب، تايم مول، شبكي او فينا نقول طبعا منظومه كثير محترمه لحتى تكسب من الانترنت. فيها عروض، فيها استطلاعات راي، فيها مهمات، فيها مشاهده فيديوهات متاحة بأغلبية الدول. طبعا بتروح على التايم وول، بتضغط عليها، بتشبك حسابك وتبلش تشتغل. بسوريا مو شغالين، لكن هدول اللي تحت شغالين، المونوليكس، المالتي اوفر، شغالين بكل الدول العربية. لوتا بلاي كمان ممكن تلاقي معظم الدول العربية شغالين فيها. اللوتا بلاي مثلا إذا رحنا للمونوليكس وضغطنا عليها، إذا عم تستخدم الجوال افتح بسطح المكتب. تمام أخي كريم، إذا ما أعطاك هاي الواجهة، أغلبية الجوالات الحديثة تفتح مع الواجهة هاي بدون أي مشاكل. هون بنلاقي عروض، بنلاقي كمان استبيانات، فيني اشوف هاي العروض. طبعا قيمة هذا العرض مثلا فيني اقول اصدقائي 233 الف ساتوشي. طبعا بقرأ شو المطلوب مني، بنفذه بالشكل الصحيح. First time user، مستخدم جديد، complete level 70، ادي الليفل 70 200. طبعا complete level طبعا 300 بصير تاخذ اكثر، 500 بتاخذ اكثر، هي لانه على ملتي رورد، على مراحل متعددة. قال له tracking مشان يعرف طبعا او تعرف الشركة انه انت عم تشتغل على هذا التطبيق. راح يطلب منك البرميشن، هو الاذن، انت بس بتعطيه البرميشن داخل موبايلك. اذا رحنا على ستارت اوفر مثلا، بيقول لي الليفل 70 بيعطيني هالقد نقاط، 21000 ساتوشي. الليفل 200 بيعطيني مثلا هالقد نقاط. شايفين اصدقائي؟ طبعا حسب وين بوصل انا بهاي الالعاب، بحط بعدين هون ايميلي، بعمل سيند او باخذ الكيو ار كود هذا اللي هون، طبعا نسخ عن طريق البرنامج الموجود بتليفوني طبعا اصدقائي، وبلش اشتغل وبكسب من هذا التطبيق. طبعا لا تستخدم بروكسي، لا تستخدم في بي ان، لا تستخدم وسائل احتيالي، كل هذول التطبيقات موجودين كلهم. شايفين اصدقائي؟ مهما نزلت بالصفحه راح الاقي شيء جديد. هذا الموقع موثوق مثل ما قلنا، بيشتغل من زمان، دائما فيه عروض جديده، كل ما عليك انك تشوف هاي العروض. طبعا ركز بيناسبك انت، بجوز بعض هاي العروض ممكن تحميل بس تحملها تستخدمها 5 دقائق ويكون مثلا ب 10 سنت، كثير سهل. شوف انت هاي العروض. طبعا اذا انت بتحب الالعاب حمل عروض الالعاب، اذا بتحب انت المهمات حمل عروض المهمات. طبعا شوف هاي العروض بالتحديد كيف طريقة عملها، ورح تقدر تكسب منها شيء كتير منيح. اذا رجعنا مرة تانية كمان الاوفرز، واخترنا كمان هون مثلا الاد بريك ميديا، عروض جدا محترمة، وبعتقد غالبيتكم ما بيعرفوا الاد بريك ميديا لانه ما لها فترة زمنية طويلة بمجال العروض. شايفين اصدقائي؟ كل ما عليه اني اروح على الاد بريك ميديا واضغط عليها، رح يفتح معي مجموعة كمان مميزة من العروض. طبعا هذا العرض 240 الف نقطة، هم مليون فاصلي 26. شايفين اصدقائي؟ 1.26 ام كمان مميز. هارفست لاند لعبة معروفة، 168 الف ساتوشي، حوالي نص دولار تقريبا اصدقائي. نادرا ما تلاقي حد يعطيك هاي الكميات على الهارفست لاند، صارت قديمة كعرض يعني موجود من سنوات عديدة. بس انك شايفين اصدقائي؟ ويلكم تو هارفست لاند ذا تشارمينج فارم. بس انه كومبليت ان اكشن، بس فوت حملها واشتغل عليها بضع دقائق، شو المطلوب منك وبلش طبعا تنضاف عندك هاي القيم برصيدك. وموجود كمان عروض تانية، حوالي 10 عروض موجودين ببلدي، انت اكيد ببلدك رح يطلع اكثر، نحن بسوريا معنا كثير عروض. كمان الموقع في طرق تانية لحتى نكسب منها، اذا رحنا على الشورت لينك وضغطنا عليها بيظهر لي مجموعة كمان من الروابط المتسلك. الرابط 800 ساتوشي، 800 ساتوشي، طبعا هون اصغر، هون ب 800 ساتوشي. شايفين اصدقائي؟ كل ما عليه اني اروح على هاي الروابط، اتجاوزها واكسب قيمتها. اكسي ب 800 ساتوشي، بيتكوين كاش كمان كثير منيح. كمان اصدقائي الموقع في رابط حالي من كلمه ريفرال سيستم، هاي اللي هون اضغطنا عليها بظهر لي رابط الاحاليه الخاص فيه، بياخذوا كوبي، بظهر الاصدقاء لاستفاد من الموقع بشكل افضل. تحي الكريم، لازم تعمل نفس الشيء مشان تزيد ربحك من هاي النوعيه من المواقع. طبعا اصدقائي كمان انا راح احط لك بصندوق الوصف مجموعه من المواقع مشابه لهذا الموقع، كلها ممكن نكسب منها عملات رقميه بطريقه مجانيه، اغلبيتها انك تشاهد اعلانات وتكسب على هذا الاساس، او تنفذ عروض وتكسب على هذا الاساس. طبعا ودائما ما اثبتت السحب من هاي المواقع. طبعا اصدقائي بيدوا دائما اي سؤال عن مجال الربح من الانترنت بشكل عام، ربح العملات الرقميه، الباير، الفوسيت بي وغيره، اكتب لي بالتعليقات وان شاء الله بنقدر نساعدكم في النهايه. لا تنسوا اخواني اسمكم مشتركين بالقناه، اشتركوا وفعلوا زر الجرس ودعمونا دائما. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.